ومحبي فريق الرجاء ريادي الأخضر اليوم يفتتح التهديف عن طريق اللعب وكيليانيس الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. طريقة الصعود بالكرة، شوف شوف هذا المترابط الصغير الممتاز بين طلال سفيان وبين الحيان زكريا، واختتام هذه العملية بهدف غاية في الروعة من جانب وكيليانيس، يعني ممتازة. المتفرجين، طفل صغير دخل إلى أرضية الملعب. طبعاً تم الإخراج الآن. عموماً نعود في أجواء هذه المباراة.